أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المغرب الحاضر تيوبينغن رباط 25 أبريل 2022. اتفاقية الرعاية الطبية، مجلس أوروبا والمغرب يتفقان ضد الأدوية المزيفة. اعتبارا من 1 أغسطس لهذه السنة سيتعاون المغرب تعاونا واثقا مع الاتحاد الأوروبي بشأن رقم SIV 1998 ورقم SIV 2211 للأدوية المزيفة وغسل الأموال ومحاربة الإرهاب. ووقع المغرب يوم الثلاثاء اتفاقيين، ورغم أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن ما يقارب من 10% من كل الأدوية في البلدان ذات دخل منخفض أو المتوسط مزورة، فإن الدراسات الأخرى تقول أنها أكثر من ذلك. وتقوم الانتربول وأفريبول حاليا بإعداد عملية بنجا 15، وهي عملية تركز على مكافحة الأدوية المزيفة التي تباع على الإنترنت. أثناء العمليتي بنغا 13 و14 وجدت منتجات الكلوكورين المزيفة في جمهورية الكونغو والديمقراطية والكاميرون والنيجر، وخلال الفترة التي اشتبه فيه أن الكلوكورين يساعد ضد كوفيد-19 حدثت زيادة حادة في طلب وأسعار هذا الدواء الذي يستخدم عادة لعلاج ضد الملاريا. وفي عامي 2020 و2021 وجدت مزيفات للكلوكورين التي تحتوي على كميات قليلة جدا من المواد الفعالة أو غير الصحيحة، في وذلك في الكاميرون وفي الكونغو. وقد وجد البروفيسور لوتس هايدي من جامعة تيوبينغن ذلك في تحليل للمكونات. والواقع أن الجرعة المنخفضة تشكل خطورة، لأن مثل هذه العقاقير من الممكن أن تشجع على تطوير المسببات لأمراض المقاومة ومن والدخول العمل المهني للمزيف المخدرات والمهربين. أن الأدوية المزيفة لم يكتشفها التجار غير الشرعيين فحسب، بل أيضا في الصيدليات العادية. ونظرا للطباع الدولي للجريمة أصبحت اتفاقات التعاون الدولي أكثر وأهمية، ولهذا السبب يرحب العاملون في المجال الطبي بالتعاون المغربي مع العالم بأسره. وشكرا جزيلا وإلى اللقاء.